المصري اليوم وبتقول ان استاد الرعب جاهز لافتتاح النسخه رقم 32 لبطوله الامم الافريقيه، وفي الحقيقه استاد القاهره الدولي وحشنا جدا جدا جدا. دي صوره يعني بالمناسبه في مدينه المصري اليوم ل يعني جزء او منظر من المناظر اللي ممكن نشوفها في افتتاح البطوله ان شاء الله. لكن استاد القاهره بقى لنا كتير قوي قوي ما بنشوفش ماتشات عليه من زمان، يعني دايما يقول لك الاستاد مغلق للتحديثات والتجديد والصيانه والكلام من ده، لكن في الحقيقه واضح جدا ان احنا هنشوف حاجه جامده قوي بكره باذن الله. يعني واضح جدا ان استاد القاهره هنتمتع بيه زي ما كنا دايما بنتمتع من خلال المباريات على استاد القاهره، كمان لما يكون في ابهى صوره بكره ان شاء الله فهتتمتع اكتر، وان شاء الله باذن الله نشوف بدايه للبطوله قويه جدا ومهمه جدا. الاهم يكون البدايه كويسه لمنتخب مصر، لكن الاهم كمان يكون الشكل حضاري، وده اللي احنا متوقعينه بشكل كبير جدا. استاد القاهره الدولي يعتبر معلم من معالم مصر بشكل عام. ليه؟ لان دايما معروف ان هذا الاستاد يلقب باستاد الموت او استاد الرعب، اي فريق بيجي يلعب في استاد القاهره بيبقى الموضوع بالنسبه له صعب قوي ان هو يكسب، سواء فريق في القاره بيلعب انديه الاهلي او الزمالك او منتخب في القاره بيلعب منتخب مصر، فبالتالي كنا مفتقدينه جدا. كنا بنلعب دايما في برج العرب مسافات بعيده عن الجماهير، تلاقي البعض راح والبعض ما راحش، اجهاد على اللاعبين، الاستاد نفسه مش بنفس الهيبه بتاعت استاد القاهره الدولي. فطبعا استاد القاهره الدولي وحشنا جدا، وجاهز ان شاء الله باذن الله جاهزيه تامه لبطوله الامم الافريقيه بكره ان شاء الله، وهيكون في ابهى صوره كمان، وده شيء مهم جدا ومتاكدين منه ان شاء الله.